بنشوف قدامنا بنت جميلة واقفة وفي حد هي مستنياه واسمها شيكوموري، ودلوقتي بنشوف شاب جاي وبيجري ناحيتها بسرعة، وبنعرف ان هو ده الشخص اللي شيكوموري مستنياه واسمه إيزومي، وهو متأخر عليها بس هي مش متضايقة خالص، وبعد كده بيصبح عليها فبتبتسم في وشه ابتسامة بتشد انتباه كل اللي حواليها، وبعدها بتسأله هو انت كويس وعن اللي حصل له، وهو بيفتكر اللي حصل له من شوية، وبنعرف من هنا حكاية إيزومي اللي تقدر تقول عليه كده مغناطيس للكوارث، وبنشوفه في أول خطوة له اتكعبل في الحجر اللي قدام بيته وبيقع بعدها، ودخان العربية بيغطي وشه كله، ولما بيبص على الطائر اللي في السماء بيتشنكل في الحبل اللي وراه وبياخد وقعة جامدة، لكن بيكمل طريقه بسرعة لأنه بيكون اتأخر على صديقته شيكوموري، وبعدها بيكملوا في طريقهم، وفي وسط ما بيتكلموا بتيجي بسرعة شاحنة عملاقة وخلاص هتخبط إيزومي، وبنلاقي شيكوموري بتاخد بالها وبسرعة جدا بتشده لورا علشان يتفادى العربية، وبكده بتنقذه، وهي دي شيكوموري قوية جدا وفي نفس الوقت كيوت قوي، تقدر تقول عليها كده كوكتيل جميل، وبعدها بتقوله ما تقلقنيش عليك بعد كده، وبيكملوا سوا في طريقهم للمدرسة، وأول ما بيوصلوا بيلاقوا زحمة أول يوم للدراسة والكل عايز يعرف مكانه، وإيزومي قاعد يدعي إنهم يكونوا في فصل واحد مع بعض السنة دي، أما هي فبص عليه وهو مركز قوي في اللي بيعمله وبتضحك، وبسرعة بيروحوا علشان يشوفوا أساميهم وبيفرحوا لأنهم مع بعض في فصل واحد، وبعد شوية بتكمل شلة الصحاب وبتنضم لهم نيكو وهاتشيميتسو، وبين عليهم إنهم صحبتها قوي وبيقعدوا يرحبوا ببعض، وبعدها بيجي إنزوكا صاحبهم وهو الصديق المقرب لإيزومي، وبكده بيكونوا اتجمعوا كلهم علشان يروحوا للفصل، ولأنه ده أول يوم في الدراسة بتبدأ المعلمة بحس التعارف، وبتوقف إيزومي يعرف نفسه لأنه قاعد في أول ديسك، وبنلقاه بيتلخبط على الآخر والكل بيضحك عليه، وبعدها بنلاقي البشاورة اللي في إيد المعلمة بتقع منها وبتلف بطريقة لولبية وغريبة قوي لحد ما بتوصل لوش صاحبنا، وفي لحظة واحدة شيكوموري بتصدها بإيديها لكن بتيجي على شعرها هي، وهو بيتأسف لها قوي عن اللي حصل بسببه، وبإيديه بيحاول يمسح لها شعرها وهي بتسيبه علشان تروح تنظف شعرها، وأول ما بتسيبه لوحده ما بيصدق ثلاثي النفسنة إن هما يلقوه علشان يقولوله لو أنت دايما حظك وحش كده فأنت هتسبب المشاكل لحبيبتك الرقيقة، وبيكملوا كلامهم وهم مستغربين قوي إزاي واحدة جميلة زيها تحب حد ممل زيه، وبتكون شيكوموري قريبة وسمع كل كلامهم وبتعمل حركة كده مع إيزومي علشان يسبقها، وبعدها بتوريهم الوش التاني منها وبتقوم بالواجب مع العيال دي وبتسيبهم بعد ما تعلموا الأدب، وبرضه في نفس الوقت مصرين على انها لطيفة قوي، ولما بتروح بتكون مش عايزاه يتضايق من كلامهم معاه، وهو بيكون سرحان في قد ايه حبيبته كيوت وقوية في نفس الوقت. دلوقتي اليوم الدراسي بيخلص والصحاب ما بيصدقوا علشان يخرجوا يتمشوا شوية خاصة بعد اول يوم دراسة، ولما البنات بيعرفوا بيتفقوا يخرجوا سوا بعد المدرسة، وفعلا بيتجمعوا على لعب البولينج وبيتنافسوا على اللعب، والاتفاق ان اللي يخسر يعزم الكسبان، والكل متحمس للمباراة دي وكل واحد على طريقته، اما صاحبات شيكوموري فبيقولوا لها دي فرصتك تبيني قد ايه انك كيوت قدام إيزومي وبلاش تلعبي بقوة، وبعدها بيبدأ اللعب وإنزوكا هو اللي بيبدأ وبيلعب كويس، وبعده بتلعب نيكو ورغم حماسها الزيادة رميتها بتكون وحشة قوي، ولما بيجي الدور على صاحبتهم هيتشيميتسو رغم ان رميتها بتكون بطيئة قوي لكنها بتصيب الهدف، وكل مستغرب، والمرة دي الدور على إيزومي وهو قلقان قوي من حظه، وفعلا الكرة بتيجي معاه وبتتجنن وبتقع في المكان الغلط، وفي الإعادة بتحصل نفس الحاجة تاني وسط ضحك وتريقة كل أصحابهم، وأخيرا بيجي الدور على شيكوموري بتقوم وصاحبتها بيفكروها إنها تكون كيوت وبلاش قوة زي ما اتفقوا، أما إيزومي فبتلقى بيشجعها علشان تكسب وهي محتارة تعمل إيه، لكن بنلاقي لعب ولا أروع ومرة ورا التانية ومستمرة في اللعب، وده لعب محترفين وبيلفت نظر كل اللي في المكان لحد ما بتاخد العلامة الكاملة في اللعبة وبتقف كبطلة والكل بيسقف لها، وإيزومي بيكون فرحان بيها قوي وهي كمان بتجري عليه وبتنقله فرحتها، وبيعملوا مع بعض علامة الفوز، فبيقول لها انت كيوت قوي، وبكده بتكون سمعت كلمة اللي هي بتحبها وفي نفس الوقت كسبت المباراة، وفي طريق ما هم مروحين بيفكرها
لها إيزومي بأن هي صاحبة أعلى درجات وواجب على الخسران أنه يعزمها، وطبعاً بيقصد نفسه. وهي بتقول له كفاية أنك توصلني للبيت، وفعلاً بيتمشوا سوا. وهما ماشيين الهوا بيكون شديد قوي، وبيجي على إيزومي بشدة حاجة هتخبطه، وبنلقاها من غير حتى ما تبص بتبعدها عنه، وهو مستغرب قوي من اللي هي بتعمله. وفي نفس الوقت بيقول لها أنت دايماً بتحميني وأنا مش بعمل لك أي حاجة، وبيكون متأثر قوي لأنه بيحبها. ولسه هيكمل كلامه بتشوف هي في جزء من الثانية لافتة بتقع عليه، وبتتحول البنت الكيوت لمقاتلة شجاعة بتدافع عن حبيبها وبكل قوة. ده الظاهر ان البنت دي عندها قوة خارقة، وبرضه في ثواني بترجع علشان ترد على كلامه اللي قاله لها من شوية بأنه كفاية عليها وجوده جنبها، وهم قديهم في ايدين بعض ولا أروع من كده منظر. وهو بيبص لها وبيقول لها انه بيحبها قوي. فبنرجع تاني نشوف البنت الكيوت وبتتكسف قوي، وهو مش مصدق اللي بيحصل من حبيبته وهي مين فيهم في يوم جديد في المدرسة، والنهاردة يوم رياضي ومتقسم انه كرة القدم للولاد والكرة الطايرة للبنات، والصحاب متحمسين قوي للماتش. وبعدها بتطل عليهم شيكوموري بإشراقة زي عادتها، وبعدها بيروحوا علشان يشوفوا المواعيد. وإيزومي كل تفكيره ازاي يقدر يشجعها، لانه دايما نفسه ان هو يكون بيساعدها بحاجة، لحد ما بيصدم ان المباريات كلها في وقت واحد، فكل اللي بيقدر ان هو يعمله هو شحنها بالطاقة الإيجابية زي ما هو بيقول. وبعد كده بيفترقوا علشان ميعاد الماتش، وبيبدأ إيزومي ماتش كرة القدم وهي بتتفرج عليه من بعيد، لانه بيكون فاضل دقايق على المباراة بتاعتها. هي بتلقاه بياخد وقعة ورا التانية، وتالت مرة الكورة بتخبطه بشدة لدرجة انه بيروح للعيادة الطبية، وهي بسرعة بتوديه وبتكون قاعدة جنبه وبتنسى خالص المباراة بتاعتها. وفي وسط ما بتتكلم معاه بتلاحظ جروح قديمة في وشه، ولما بيحكي لها حكاياته عن الحوادث اللي حصلت له قبل كده بتستغرب قوي، وبتزود من احساسها بالقلق عليه، وبتكون معاملتها معاه برقة. لكن بنلقاها اول ما بتخرج من الأوضة ورايحة للمباراة بتاعتها بتشحن حماسها، وبتبان قدامنا البنت الجامدة وبتجري بسرعة علشان تلحق. لكن بنشوف في الناحية التانية كاميا وهي البطلة في اللعبة دي، وبيبدأ اللعب فريق كاميا قصاد فريق شيكوموري، واللعب شغال وكل بيشجع، لكن النتيجة مش لصالحها. ودلوقتي بنشوف إيزومي بيوصل بعد ما بقى كويس علشان يشجع حبيبته، وأول ما صاحبتها بتشاور لها أنه موجود في لحظة بتتحمس أكتر وأكتر أول ما بتشوفه، وبيبدأ بقى اللعب بجد، وهي عمالة تديهم رمية ورا التانية، والنتيجة بتتغير والمباراة بتولع وسط إعجاب كل الموجودين، والفريق فرحان قوي بالفوز. وطبعا الكابتن شيكوموري فرحانة آخر حاجة، ويزود فرحتها دعم إيزومي ليها لما بيقول لها كنتي مفيش أروع من كده. طبعا الصحاب بيتجمعوا ولازم يحتفلوا، ولسه بيفكروا هيحتفلوا ازاي بيدخل عليهم فريق المعجبين بهجوم، وإيزومي مش مصدق وبيقول حبيبتي بقت بطلة المدرسة بسبب الحكاية دي. بيكون على طول حواليها المعجبين وصحبتها موقفينهم طابور علشان يسلموا عليها وتصوروا معاها، وإيزومي ما عندوش أي فرصة حتى إنه يقرب منها. ودلوقتي في ميعاد الخروج من المدرسة لأول مرة بيكون لوحده لأنها مشغولة جدا، وساعتها بيضطر صاحبه إنه ياخد دور صد الكوارث عنه مؤقتا. فاللي بيحصل إنهم بيتبهدلوا هما الاتنين، وصاحبه هيتجنن خلاص، وبنلقى ماشي وبيفكر قد إيه هو فارق معاه قوي وجوده من غيرها، وسرحان في تفكيره ومش واخد باله من السلم اللي قدامه. وفي لحظة لما بيبص على السلالم بيبقى مش عارف يظبط توازنه، لكن بيلاقي الملاك المنقذ شيكوموري بتسنده وبتحميه من ان هو يقع، وهي كمان بتهزر معاه وبتقوله مين اللي سمح لك تروح لوحدك. وبيبدأ الحوار بينهم بانه لما حس انها مشهورة سابها مع اصحابها علشان ما يضايقهاش، لكن بيقول لها انا اكيد كنت هستناكي بعد شوية علشان نروح سوا زي كل يوم. وبيكملوا كلامهم، واكيد بيحسوا انه ولا شيء هيغير احساسهم ببعض، واكيد حتى لو بطريقة مختلفة فهم بيكملوا بعض. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اعجاب وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. باي باي.